أعلنت قوات الجيش الوطني استعادة جبل الحمام المطل على معسكر لبوزة في محافظة لحج، وأكد المتحدث باسم الجيش والمقاومة في القبيطة علي منتصر أن القوات استكملت السيطرة على جبل الحمام بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي خلفت قتلى وجرحى في صفوفها. وكانت الميليشيا قد نفذت في وقت سابق عملية تسلل من مناطق شرار والحكمة وسيطرت على الجبل القريب من قاعدة العند الجوية. وللوقوف على هذا الموضوع ينضم إلينا علي منتصر القباطي المتحدث باسم مقاومة القبيطة. مساء الخير سيد علي. بداية، يعني أنباء تتوارد عن تمكن الجيش الوطني من إعادة تحرير جبل الحمام بعد ساعات من عملية تسلل ربما قامت أو حاولت بها ميليشيا الحوثي. ما هي آخر التطورات اليوم لديكم في من جهة الأوضاع الميدانية في جبهة القبيطة وتحديدا حول هذه المعلومة التي وردتنا، استعادة السيطرة على جبل الحمام الاستراتيجي؟ تفضل. نعم أخي الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم. بفضل الله وهامة الأبطال المقاتلين في جبهة القبيطة تم استعادة جبل الحمام ليلة البارحة. نعم. ومنذ ليلة البارحة اللحظة نخوض معارك شرسة مع العدو، حيث العدو يستمر في قلب التعزيزات من مناطق الراهدة وكرش. نعم. لاقتحام لاستعادة السيطرة على جبل الحمام الاستراتيجي المطل على قاعدة لبوزة، والأبطال لا زالوا يتصدون للهجوم. الميليشيات تمطر المواقع المقاومة في جبل الحمام ومناطق الرمى والشرار الأعلى بمقذوفات الهوزر والكاتيوجا من أماكن تمركزها في نجد قفل والمغنية وجبل جالس. اليوم في هذه الساعات العدو ينتشر في عبر خلايا نائمة في مناطق طوبان ونخيلة وقنقنان. نعم. لعمل التفاف على المقاومة المرابطين في جبل صولة ومناطق عراسم والرمى. نعم. وجبل الحمام والتبة الخضراء، لكن لم يتمكن. دفع خلايا النائمة في منطقة طوبان لاقتحام بعض المناطق في قريبة من صولة، وكانت ضحاياهم كثيرة في العشرات. نعم. الاشتباك قائم والتعزيزات تتوالى للعدو في ظل صمت من طيران التحالف. لا ندري الى الان 7 أطقم في نجد قفل، لا ندري لماذا لا يتعامل التحالف في بضرب التعزيزات الوارده الى العدو. نعم، يعني كان الحديث قبل يعني لحظات او في الايام الماضيه كان الحديث عن تعزيزات كبيره ربما وصلت لميليشيا الحوثي في جبهه القبيطه، وكنتم انتم قد طلبتم ايضا مقاومه، يعني طلبتم مسانده من مقاومه الصبيحه في المنطقه العسكريه السادسه وكذلك من التحالف العربي. هل وصلكم اي دعم سواء من الصبيحه او حتى من التحالف العربي؟ يومنا هذا قائد المنطقة الرابع دعم نحن بعض العتاد العسكري، مشكورا على تقديمه العتاد العسكري. نعم. محافظ المحافظة نشكره على الدعم المعنوي الذي يوليه لجبهة القبيطة وتواصله مع القيادة للمقاومة. قائد المقاومة في صفوف في خط النار في جبل الحمام يخوض المعارك. ننتظر طيران التحالف استهداف الأطقم التي تحمل البي 10 والمعدلات التي تمطر مواقعنا في المعدلات، لأنهم أهداف السورة يعتبروا لا نستطيع التعامل معهم نحن في مواقعنا. لذا نأمل أن التحالف أن لا يظل صامتا. الميليشيات تتحرك وكأنها طلبتم من طيران، طلبتم من التحالف العربي بالتدخل؟ نطلب ولا زلنا نطلب عبركم وعبر كل المنابر التدخل السريع لضرب الأهداف العسكرية المتحركة للعدو. نعم. ومن هذا العدو يحاول إنزال شيء لفتح الطريق من الحنكة ليستمر تعزيزه في الطريق الإزفلتي. إذا لم يتم التعامل معهم سيفتح طريق الحنكة ونبدأ الوزوف وسيقتحم مواقع المقاومة. لذلك نأمل أن لا يتم السكوت أكثر. نعم، سيد علي منتصر القباطي المتحدث باسم مقاومة القبيطة، شكرا لك.